قانون المحبة، افتكروا ان احنا عندنا قانون ملزم في العهد الجديد لكي نكون اولاد الله. القانون الساري علينا هو كلمة واحدة، المحبة. اهم مبدأ في الحياة المحبة. لو كرهت ما بقتش مسيحي، ايا كانت الاسباب والدوافع اللي خلتك تكره، انت ما بقتش مسيحي. حتى لو متعمد لهاش دعوة، حتى لو بتتناول خطأ بدل مش بتحب يبقى مش مسيحي، مش هتدخل. القانون الإلهي بتاعنا مبني على الكلمة دي. والمحبة هنا شوفوا بقى القانون بتاعها في تفصيلات، في الدستور بتاعنا في تفصيلات كتيرة مهمة. محبة تتأنى وترفق، لا تحسد، لا تتفاخر، لا تقبح، لا تطلب، لا تحتد، لا تظن، لا تفرح بالاسم، تفرح بالحق، تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء. عارفين ترجو كل شيء معناه ايه؟ ترجو خلاص هذا المعتدي، مش ترجو هلاكه، لا، ترجو حاجة بعيدة قوي. هو ده ينفع يدخل سماء؟ اه ممكن، ده الرجاء. المحبة تعشم في كده، ان الناس دي تتوب وتدخل السماء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط ابدا.